السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 31/7/2021 في مصر، سجل سعر الريال السعودي نحو 4 جنيه و16 قرش للشراء، 4 جنيه 19 قرش للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 49 جنيه 34 قرش للشراء، 52 جنيه 34 قرش للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي نحو 4 جنيه 26 قرش للشراء، 4 جنيه 28 قرش للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.